عقدت اليوم اجتماعات مجلس اداره المجلس الدولي للمطارات الذي تستضيفه مملكه البحرين للمره الاولى وبتنظيم من مطار البحرين. حيث يجتمع صناع القرار في مجال الطيران من اجل تعزيز التعاون بين المطارات والمنظمات المتخصصه وتبادل الخبرات والتوصل الى سبل مبتكره لتعزيز كفاءه المطارات وقطاع الطيران. هذا وقد أكد مسؤولون في شركة مطار البحرين والمجلس الدولي للمطارات أن صناعة الطيران سوف تشهد تعافيا قويا خلال العام الجاري 2023 لتعود إلى معدلات أدائها ما قبل الجائحة بحسب القراءات التي توفرها مؤشرات حركة الطيران مؤخرا